اسمح وحشاني بلدي، مرحبا بكم من جديد. وقبل ما نمشي والفقرة الاستهلاك، نحب نذكركم بموضوع أحديث تونسي اللي هو إقبال التونسي على السولد اللي باش ينطلق يوم غد الجمعة 7 أوت. هل هي تخفيضات حقيقية أم لا؟ هل أنه المواطن يستفيد من موسم التخفيضات ومخصص ميزانية للسولد وإلا لا؟ شاركونا بأرائكم وتجاربكم على الرقم 71 844 404. وكما تعودتوا في صباح تونسي، نختم ساعتنا الأولى بفقرة الاستهلاك. الموضوع اللي اخترنا باش نحكيو فيه اليوم، باش نحكيو على الذهب اللي نعرفه في الفترة هذه فما إقبال كبير عليه بما أنه موسم الأعراس والمناسبات. الأسعار كيفاش؟ هل أنها مرتفعة وإلا لا؟ كيفاش نفرقوا ما بين الأذواق ذوق 9 ذوق 18 وذوق 24؟ هل الأسوام هذه قادر عليها اليوم التونسي؟ هذا الكل باش نعرفوه مع السيد حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية تجار المسوق. مرحبا بك. جزا نهارك أسعد أيام. مرحبا. كنت تعطينا سي حاتم أكثر تفاصيل على الذهب، كيفاش أنه التونسي قاعد معناتها فما إقدام على شراء وإلا لا؟ كيفاش يفرق بين الذهب الصحيح والذهب اللي ربما مغشوش بين الأذواق؟ تفضل. واضح. لا لا، من ناحية الذهب المغشوش والذهب اللي هو مش مغشوش. أنا نأكد للمواطن التونسي اللي ما عندناش ذهب مغشوش. الحمد لله. اليوم خاطر قطاع المسوق صراحة نقولها ولا ملاذ للصحفيين ومعناتها إشاعات قاعدة تتقال في ذهب. لا لا، فقط سي حاتم، سي حاتم احنا نحبوا فقط نعرفوا مثلا كي واحد باش يمشي. أيوه. الإنسان يحب معناتها يحب يهرب على الغش 100% مش يكون مطمئن. إي. يشري من عند ناس معروفين ومن الأسواق الكبرى. هذا هو. هذا هو. باش يشري من الحومة ولا باش يشري من عند صيغي في إدارة. قلت غشيت ولا عمل آثار صاحبتها زبدلها. هذاك احنا نبعدوا عليه. نبعدوا عليه. بالضبط. تمشي فما في على كامل تراب الجمهورية فما أسواق كبرى. من الشمال للجنوب من الشرق من الغرب وين يمشي بنزارة بن قردان. صحيح. فما ناس مسؤولين مراقبين عليهم رقابة يخافوا على أساميهم تشري من عندهم عينيك مغمضة. هذا من الباب الغش شد أبنائنا المطمئن وياخو بطاقة ضمان نتاعو سيرتيفيكات دو غارونتي فيها الميزان وفيها العيار. معاك للعيارات أي. وفما بخلاف هذا الإنسان يشك فما أمناء موجودين على كابل كرب الجمهورية كيف هذا اللي كنت باش نسألك، خطر يبدو أنه في كل سوق فما أمين يستشيروا الحرفاء. شوف خطر فما صار تغليل فما أمين سوق. أمين سوق هو عبارة كوكيل مقابير كما اللي موجود في المهدية. أمين سوق هذاك متكلف على عملية البيع والشراء ويأخو بايو في السوق اللي تبيع كما سوق العلالش. ولكن أمين حرفة صنع المسوق هذاك اللي نقصدوه اللي يعرف معناتها قيمة الذهب ويعرف نوعيته. شوف أمين حرفة صنع المسوق يعتبر خبيرا فهمتني، وله سلوحيات معناتها بشي هو بشي معناتها يدلك ولا ياخو موقف هو بنفسه. مع التاجر قتل عنده إبداء الصلح من الأول يحاول على التاجر الحسنية ربما يكلمه ملقات صلح يتجه مع التلسلات المعنية والحريف حق ويخلو كامل. هذا نمر واحد. عندك اثنين ينجم يتجه لحماية المستهلك. حماية المستهلك راهي ما هيش كان على الماكلة والشراب بالطبيعة لا لا حتى على قطاع المسوق تشرف عليه وتتداخل مع القضاء وتتداخل مع الأمن بالوقت في صورة ما تقى غش وهي تلتجأ عندها خبير نتاعها ولا عندها الامين اللي كان في المنطقه فما امين او خبير باش يشوف لها وتثبت. وفما غرفه التجار المسوق زاد احنا نتداخلوا لا اكثر لا اقل. اي معناتها محمي من ناحيه الغش يعرف منين يشري اموره هانيه.
أهم حاجة هذية. المهم الحريف يلزمه يعرف وين يمشي، فما كما قلت أنت أسواق في كامل تراب الجمهورية معروفين، معناتها فما أمين اللي يعرف الصنعة هذية ويعرف كيفاش بشي أمين حرفة صنعة المسوغ اللي نجم يعاون الحريف باش يفهم مليح النوعية متاع الذهب والسعر متاعه وينصحه به. بالنسبة للأسعار والعيار بالطبيعة فما كذا طوابع يثبتهم له. ومن ناحية السعر، السعر توا عالميا الذهب غلا ياسر. اي هذا اللي سمعنا به انه ماشي في ارتفاع، ماشي في ارتفاع كبير عالميا راهو مش عالم. اي نعرف. وصراحة بالنسبة للدارج نتاعنا بالنسبة للمكتوب التونسي في الحالة اللي احنا فيها معناتها السوق تاعك يعني القدرة اليوم القدرة الشرائية للتونسي ما عادش معناتها قادر باش يشري ذا إلا إذا معناتها مضطر كيبدا فما عنده مناسبة كيما عرس ولا إيه كيما توا يستحايل توا مثلا اللي كان ياخذ سوريتير مثلا بثلاثة أربعة ملايين ولا يقول لك لا تاع ثلاثة أربعة ملايين اليوم طلعوا ولا سمو ستة مثلا ولا ونص يطيحوا في الميزان اليوم وصلنا نخدموا صياغة كاملة فيها 18 جرام و 17 جرام اللي كانت اقل صياغه نخدموها فيها 35 جرام باش تساعد مكتوب التونسي يعني. معناتها اهبط الميزان نتاع القطعه الصياغه ثلاثة قطع شركه وفرده وبلاك باش تشتر. علاش؟ باش نجم نوفر للحريف نجم نبيع والمواطن ينجم يخلط واللي خايفين منه احنا هذا كور مونديال الذهب ما يخوفش اما خايفين احنا من الدينار التونسي. اي هذا اللي يخوف برشا اللي هو الدينار تو هاكا شد ريحته قاعد كما يقولوها يرعش لا قدر الله يعاود يهبط خاطر تعرف يهبط الدينار التونسي يهبط معناتها يطلع ان شاء الله 3.2 مثلا عاد يرجع لك 3.5 ولا 3.6 هذاك كارثة ان شاء الله. لا على المسوق بالطبيعه باش يزيد يغلى احنا تو اليوم التكلفه نتاعنا احنا اللي انا المره الاخرى كي تكلمت قلت لهم شريوا ب 180 انا اليوم تكلفت في الطبق السعر هذاك واكثر. به شكرا لك سي حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوغ على كل هالمعلومات والمعطيات اللي عطيتهم لنا فيما يخص الذهب. المهم وأنه التونسي اليوم وقت اللي يمشي باش يشري ينجم يلقى الحاجة اللي تساعده لحسب الميزانية متاعه كما كنت تقول وأنكم خصصتوا معناتها صياغات بذمة معناتها أقل في الجرامات ولكن ينجم التونسي باش يشريها. شكرا ليك مرة أخرى سي حاتم بن يوسف وتوا احنا نختموا ساعتنا الأولى بهذا النغم وبعد راجعين ومواصلين مع